يا هلا يا هلا، وزي ما انتوا بقيتوا عارفين انا خلاص قررت اروح زين عشان انقذ الملك، واخترت ان المارشال ستراكنز هو اللي يشيل الليله وانا مش موجود، وحاسس ان اختياري ليه كان صح. المارشال فعلا اهل للثقه، واقدر استأمنه على مستقبل روريتانيا وحمايه الاميره فلافيا، لاني عارف ان مامه مايكل مش من العيله الملكيه، فعشان كده ما ينفعش قانونا مايكل يبقى الملك غير بانه يتجوز الاميره فلافيا. وكتبت للمارشال ورقة بكل التعليمات دي عشان يبقى فيه توثيق لكلامي، بس لما جيت أمضي عليها قلت له هو أنا لسه صباعي متعور، فممكن الإمضة تكون مختلفة شوية. فالمارشال قال لي يا ريت محدش ياخد باله عشان الناس تبقى متأكدة إن ده أمر الملك فعلا. المهم ابتدينا في الجد ودقت ساعة العمل. رجعت القلعة وقلت لسابت وفريد يجهزوا عشان خلاص هنروح زيندا، بس كان في حاجة لازم أعملها قبل ما نروح زيندا، ألا وهي إني أروح للأميرة فلافيا وأقول لها إني همشي من ستريلسو عشان رايح أصطاد. وكالعادة يعني لما روحت للست فلافيا قعدت تلقح عليا بالكلام وقالت لي وإنت بقى يا رودلف رايح تصطاد وسايب كل الشغل اللي عندك ده في العاصمة؟ فقلت لها أصل المرة دي هصطاد حيوان كبير شوية، أنا هروح أصطاد مايكل. وساعتها الأميرة بان عليها القلق، فكملت كلامي وقلت لها اعملي حسابي، لو ما رجعتش يا فلافيا انت هتبقي الملكة. فسكتت شوية وقالت لي أنا مش عارفة إيه اللي هيحصل، بس أنا هعمل أي حاجة في صالح روريتانيا حتى لو ده معناه إني أبقى الملكة. وفي مكان تاني على بعد حوالي 8 كيلو من زيندا، غابة فيها شجر كتير على تلة منخفضة، وعلى التلة دي بيت ريفي بس مودرن حبتين وروش جدا اسمه تارلينهيم، وده بتاع واحد قريب فريدز، اللي لما فريدز طلب منه اننا نقعد عنده خلال رحلة الصيد بتاعتنا وافق وكان مرحب جدا. وفعلا انا وفريدز وسبت بدأنا يتحرك، ووصلنا البيت على الظهر كده. كان معانا عدد كبير من الخدم وحوالي 10 رجالة جدعان وأقوياء بنثق فيهم. قلنا لهم ان مايكل حاول يقتلني وحابس واحد صاحبي في القلعه، فمهمتهم يحرروا صاحبي ده. هم مش فاهمين انه الملك هو بالنسبه لهم صاحب الملك عشان انا الملك بالنسبه لهم، فاهمين حاجه؟ عموما هم مولين لينا، فعشان كده ما بيسالوش كتير وبيشتغلوا على طول. وطبعا مايكل ما خدش وقت كتير على ما عرف اننا وصلنا، يعني حوالي ساعه وزرنا ثلاثه من رجالته اللي من بريطانيا، لينجرام وكريفستن وروبرت هانزو. وطبعا برضو انا عارف انهم عارفين اننا مش جايين عشان نصطاد شوية حيوانات، وان عندنا خطط تانية اكبر بكتير. اصغر واقوى واحد في رجالة مايكل هو روبرت هانزو، قال لنا ان مايكل متأسف جدا انه مش هيقدر يخلينا نبات عنده عشان هو ومعظم الخدم بتوعه تعبانين جدا، خايف على صحتنا. طبعا كلامه كله كان رسمي ومؤدب بس مش مريح برضو، سبحان الله. قلت له أنا بتمنى إن مايكل يخف بسرعة. قال لي قولي أخبار دي جوتاو بريسمان وديتشارد إيه؟ آه صحيح، أنا كنت سمعت إن ديتشارد كان مصاب، عامل إيه دلوقتي؟ ابتسم كده من تحت لتحت وقال لي ما تقلقش ديتشارد هيبقى كويس. قلت له ما تستنى تاكل معانا. قال لي معلش أصل أنا ورايا حاجات مهمة ولازم أرجع القلعة. ولما مشي سبت قال لي روبرت ده أخطر واحد فيهم. وبالليل اتمشيت أنا وفريدز في شوارع زيندا الجميلة، وطبعا ده خطر علينا بس أنا كنت مغطي وشي وكان في ناس كتير في الشارع، فده كان مطمني شوية. وما رحناش ناحية القلعة بس رحنا الحانة اللي رحتها أول ما وصلت روريتانيا، فاكرينها؟ الست العجوزة وبنتها وجوهان. ولما وصلنا الحانة طلبت وجبة في أوضة هادية وبينت وشي، وأول ما بنت صاحبة الحانة جت وشافت وشي اتخضت وقالت انت الملك؟ انا قلت لماما انك الملك لما كنت عندنا المرة اللي فاتت مش الراجل الانجليزي، لكن هي ما صدقتنيش. انا بعتذر لك لو قلت اي حاجة وحشة لما كنت عندنا المرة اللي فاتت. قلت لها انا هسامحك بس لو وعدتيني انك تساعدينا انا عايز اشوف جوهان. قالت لي هو ما عادش بيجي هنا، بقى بيشتغل في القلعة دلوقتي. قلت لها بس انتوا لسه اصحاب، لازم تقولي له اني عايزه اشوفه ضروري.
قولي له انك عايزه تشوفيه بكره على الساعه 10، وبعدين جيبيه لبيتنا، ما تقوليش لاي حد انك شفتي الملك، فهماني؟ قالت لي انت هتاذي جوهان؟ قلت لها لا، لو عمل اللي انا عايزه. رجعنا البيت، لكن اول ما وصلنا ساب تصوت وقال لي انت كويس؟ فقلت له ايوه احنا كويسين، بس في ايه؟ سبت قال المكان هنا خطر ومش امان ان حد يمشي لوحده، واحد من رجالتنا برشنتاين كان ماشي لوحده النهارده في الغابه، تلات رجاله طلعوا عليه من ورا شجره وضربوا عليه نار، وحاليا هو في السرير ومصاب في دراعه. خلي بالك الطلقه الجايه هتكون من نصيبك. كنا فاكرين لما نقعد في البيت هنبقى في امان، بس على مين؟ لقيت روبرت هينزو طابب علينا الصبح، قال لي انا عندي رساله ليك يا راسندل. قلت له راسندل مين؟ على فكره انت لو ما بتعرفش تكلم الملك ازاي، انا هكلم اخويا يبعت حد غيرك. قال لي بسخريه انت ليه بتتظاهر انك الملك قدام، ما كلنا عارفين انت مين. قلت له وانت تقدر تقول كده قدام الناس؟ ما تقدرش، لانك هتعرف الناس انكوا خطفتوا الملك الحقيقي. اللعبه لسه ما انتهتش، يبقى انا اللي اخترت ناديني بايه. وهات من الاخر رساله ايه اللي معاك ليا؟ قال لي مايكل بيقولك انه هيزود عرضه، هيأمن لك رحله للحدود ومليون قطعه ذهبيه. قلت له قول لمايكل اني رفضت عرضه المغري ده، وقول لي اخبار سجنكم ايه. فقال لي لسه عايش. قلت له طب متشكرين، يلا بقى اتكل على الله. روبرت اتعصب جدا وطلب من الخادم بتاعه يجهز الحصان، فمشيت معاه لغاية الحصان، وخلاص كان هيركب الحصان، بس تقرب مني جدا وهو بيقول لي يلا نسلم، وفجأة غزني في دراعي بسكينة وجري بسرعة، ومعرفتش أعمل حاجة، على الرغم إن الغزة كانت وجعاني، لكن الحمد لله ربنا سترها والجرح ما كانش كبير. اللي نرفزني إنه عرف يوقعني في الخدعة دي، ضحك عليا. نمت كام ساعة ولما صحيت الدنيا كانت ضلمة وفريدز كان جنبي. الدكتور قال لي ان دراعي هيخف بسرعة. فريدز كان معايا وجاب لي شوية اخبار مفرحة. خطتنا بتتنفذ. البنت جابت جوهان وهو تحت دلوقتي. وفريدز مستغرب ان جوهان مبسوط انه موجود هنا. ده شكل جوهان هيساعدنا ولا ايه؟